إن الحوار الوطني الشامل فرصة لجميع الأطراف المشاركة بتقديم اقتراحاتهم ومعرفة نقاط القوة والضعف والإشكاليات التي تعيق تنمية البلاد. وفي هذا الإطار وصلت بعثة من لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل من العاصمة التشادية نجمينا، وذلك من أجل تشخيص المحادثات الشاملة. مسؤول البعثة المستشار المكلف بالبعثات برئاسة الجمهورية مالوم جوبودي جيراكي أفاد أن الهدف من بعثتهم هو مقابلة كافة الأعضاء، وذلك استعدادا لانعقاد الحوار الوطني في موعده المحدد، وأن هذه الفكرة تدخل ضمن البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية. حاكم ولاية والداي أحمد داري بازين أشار إلى أن اللقاء الذي جمع مختلف الطبقات والقوى الحية بالولاية جاء من أجل التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالبلاد، والكل على دراية تامة عن مدى المشاكل التي واجهتها البلاد من تاريخ الاستقلال وحتى هذه اللحظة. لذا يجب معالجة المواضيع المهمة بغية وضع الأهداف والاقتراحات والحلول المناسبة التي تسهم في تقدم الوطن. هذا وقد شكلت لجنة لإدارة الأعمال التي تدوم يومان تضم 4 عضوا بقيادة عبد الله حف الدين.